الله وحده ونعم الوكيل، حسبي الله وحده ونعم الوكيل. الله عليك، يعطيك الف عافيه. الله يعني ما شاء الله اثبت بالخليجي وبالاغاني الشاميه. انا حبيت صوتك بالشاميه اكثر. بالشاميه صح، بالشاميه يقولون. والله انا بالاثنين حبيت. انا دشيت لان انا احب جو اللبناني والسوري وشي، يعني ادش ما شاء الله ضبط اغنيه الجسد. لا هو يعني. لا انت سويت وايد واو، اذا انت اساسا لهجتك يعني مو وايد زينه بالكويتي، يعني خليجي مو ماخذ عليك مخارج الحروف مخارج، بس لا يعني وايد حلو. بس انا حبيت اللبناني دشيت جو اكثر. انا اسرار تدري يعني كلها شكلين ما بيحكي، وهي بتتابع باب الحاره. انا وايد باب الحاره ولميس و زين. ممكن تشكر يعني اي شيء تبي تقوله، كلمه حلوه تبي تقولها شيء قبل لا تمشي. اول شيء بشكركم على الاستضافه الحلوه هاي، ما قصرتوا الله يخليك يا رب. وبشكر الاستاذ فهد الحداد ما قصر معاي، اكيد نوجه له احنا تحيه. و اكيد لازم يتابعونا، اكيد لازم تتابعونا على التصويت ان شاء الله، وما تنسوا تصويتكم يوم الجمعه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يوم صوت السهاره يوم الجمعه ان شاء الله. ورقمك رقم تصويته 18، بتمنى ما تنسوا تصويتي يا رب. الله يسلمك. لا انت جايك دكتور، زين خلونا نطلع التقرير السريع هذا ونرد وياكم. خطرنا على بالك خطرنا يا هوى، كلمة لا ومالك احنا يا هوى. لا بعمرنا هوينا ولا شافت علينا طيفك يا هوى. يعطيكم العافية، أخوكم أحمد نضال من سوريا، عمري 19 سنة. أعشق الطرب والغناء وهذا المجال كله الموسيقي. دخلت برنامج صوت السهارة علشان أحسن أدائي في هذا المجال اللي هو الموسيقي، والحمد لله استفدت عن طريق الأستاذ فهد الحداد اللي ما قصر معنا طول البرنامج. وإذا حبيتوني أكون مميز عن غيري صوتوا لي، رقم تصويتي 14. يعطيكم العافية. تقرير جميل جدا، خيالي وايد حلو. اللي عجبني بالتقرير طبعا انا مو محل الساعات، بل انا عجبني لان صراحه يعني محل الساعات انا ما عجبني ولا شيء، ان انت كنت بغيت تبوق الساعه الكبيره وتحاج. هذه شغله وايد عجبتني، تحب يعني انت شكلك قاعد تبوق افكاري. زين، في شيء حلو ان انت يوم غنيت بصوت السهاره وايد كان ادائك حلو رائع. يمكن سمعنا اللجنه احنا شنو قالوا، قالوا ان انت ما شاء الله عليك طريقتك وادائك وغنائك ان انت طرح جديد. طرح جديد الحمد لله. شنو كان شعورك لما قال لك الدكتور عبد الله رميثان كذي والاستاذ بدر بروسلي ومنى شداد؟ اكيد الكلام اللي قاله طبعا يعني كلام مو سهل، انه قصدي ان كل المطربين تقريبا غنت الاغنيه على نفس الطريقه، انا غنيتها بطريقه بروحها يعني كانها انه
احمد نضال بانها طريقه جبليه وعجبتهم. انا كنت خايف ما تعجبهم. الاستاذ فهد قاعد يقول لي حاول قد ما تقدر ما تغنيها بطريقه جبليه وكذي، بس غنيتها صوتي الطبيعي، غنيتها كذي ما تصنع وعجبتهم الحمد لله. انت الحين عندنا معلومات تقول ان انت سنه اولى حقوق بسوريا، وحقوق طبعا مو شيء سهل ابدا، يمكن من اصعب التخصصات. فشلون انت قاعد تقارن بين هالشيء وهالشيء؟ اول شيء سؤالي لك، انت عايش بالكويت ولا بسوريا؟ انا عايش بالكويت. اوكي. اي درست كلستيني بالكويت. وسوريا الجامعه؟ سوريا الجامعه، يعني الحين يمكن انزل بعد كم اسبوع اغلب امتحانات ورد. وشلون راح توافق بينهم هني برايمات؟ الحين اول شيء انا دشيت الحقوق، طبعا طموحي من انا صغير انه مطرب، وحتى ادرس موسيقى وكل شيء بهذا المجال اللي هو الوسط الفني. رحت بقدم المعهد العالي للموسيقى بسوريا، بس ما لحقت. كان لما رحت ان اختبارات، يعني ما لحقت اسجل، فسجلت حقوق، طلع لي حقوق والحمد لله، يعني فرع زين. شلون تصير محامي محقق يقولون نيابه؟ انت تجي ماشي معاهم كذي، يعني هو مو في شيء معين. اي مو هو لما يدرس على حسب السنين اللي راح يدرسها بالحقوق هي تعطيه المرتبات، بس انت شنو بالك يقولون؟ يعني ان انت مثلا محاماه، وكيل نيابه، محقق، شنو؟ طبعا اذا صرت محقق هو حصانه قويه. الحين انا في فرصه قدامي ان يعني لو مشيت بهذا الوسط، طبعا الحين للحين احنا بالخطوه الاولى، لو مشيت بالوسط انا اتوقع ان اتجه لهذا الوسط خلاص. غلط. ما 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 لو ما مش الحر راح ارد الحقوق. بس ما يصير، غلط تفكيرك، غلط على راسي ولا شو. اسمع اكيد اسمع ماما وبابا قالوا لك نفس الحكي. اسمع المعلم طبعا الحين قاعد يزفوني بالبيت هم. واكيد انا معاهم، لان انت قاعد تدرس حقوق، انت تدري شنو دراسه الحقوق وتدري شنو انا قصدي دراسه الحقوق. الحين انا حطيت يعني حطيت مكان الي بالجامعه الموجود، انا اسمي موجود بالجامعه، سواء بعد 3 سنين، بعد سنه، بعد 10 سنين، المهم حتى لو ان شاء الله خذيت اللقب صوت ساره تظل تكون تدرس حقوق. إيه بالعكس شيء حلو. اي انه بالنهايه راح ارد للحقوق، يعني الحين قاعد اقول في فرصه قدامي. اسمع اسمع كلام ماما اسرار ولا تزعلها، ترى على فكره يعني كله ولا كلام ماما اسرار، يعني اذا ماما اسرار زعلت عليك ما راح توفق لا صوت ساره لا لا دراستك شيء بس ارضي ارضي عليه اسال لا هذا شيء ثاني. اي والله سمع سمع شيء ارضي ارضي عليه. انا ما قال لان انا نفس حالتك، انا ادرس بزنس واشتغل في الاعلام، انت غن صير مغني وصير محامي بالعكس. اكيد ان شاء الله. بس انه تركيزك كله على هالمجال. يعني الحين انا شوفي برنامج صوت السهره فن، بعد كم اسبوع يعني لو طلعت برا يوم الجمعه راح اسافر اقدم امتحانات، امتحاناتي بواحد 6 هناك، يعني راح اسافر اوافق من الاثنين. بس هذه يعني كذي راح توقف مسيرتك، يعني ما راح تكمل بشيء بالفن بالاعلام، ما راح تفكر مره ثانيه انت تقدم اي شيء ثاني. الفن عندي رقم واحد، اهم شيء عندك، اهم شيء يعني حتى لو جتك اي فرصه ثانيه. يعني انا لدرجه اني بالامتحانات بالثانويه كنت الفقره اللي ادرسها الحنها بعدين اغنيها بعدين احفظها. تحفظها؟ اتذكر اني طلعت فوق بهذا اسجل والله بدمي يعني مو انه. الله يوفقك. زين على طاري صوت السهاره، الزي الرسمي الكويتي غترة وعقال وشي ما ياذيك وانت قاعد؟ والله اكيد اول حلقه بالعقال راسي قاعد يعورني وانا قاعد. زين يعني ما تحس بثقل او صوتك ما يطلع نفس مثل ما انت لابس الحين كاجوال بنطلون؟ طبعا حتى ان القاعده انا مو متعود اغني وانا قاعد، اول شيء انا كله وانا واقف القاعده واطي حدا يعني. زين بس شيء جديد اني اتعلم الجلسات، حتى الاستاذ عبود خواجه قال لي انه تعلم الخليجي ينضاف الى شخصيتك يعني. صح فكره زين. انت تحب الاغاني الخليجيه ولا قلت صوت سهره شهره وبطلع منها خطوه اولى ولا؟ لا انا كل مخي جبلي ودع الصافي جورج وسوخي، يعني هذا اللي الله اكبر. بس البرنامج دشيت فيه انا اسوي لي وكلام الناس. يلا والله الله عاد انا احبها. خش اختيار. كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر، كلام الناس ملامة وغيرة مش أكتر، كلام الناس لا بيقدم لا 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 ولا يأخر، كلام الناس ملامة وغيرة مش أكتر. وليه حبيبتي نسمام أنا عايشة بالسمام، عيوني ما حد يمنعهم ولا بالوقت حتى أثر بكلام الناس، كلام الناس كلام الناس كلام الناس كلام الناس لا 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 بيقدم ولا يأخر. يعني انت لما
اهنيته حتى بكلام الناس باللون الجبلي بعد. سوري يعني لا مو حتى ذاك ما شاء الله عليه مطرب مطرب صوفا سوري يعني منك وفيك بس انت هم غنيتها جبلي يعني. شو سمعت؟ لا حلو يعني هذا انت انت ما شاء الله عليك يحس ان انت تحترف يعني هذا. ايه الحمد لله. تبي تقول كلمة حق جمهورك صوت السهارة الناس اللي الحين راح يصوتوا لك إن شاء الله حق الأسبوع هذا؟ والله يعني إذا حبيت الصوت أتمنى تصوتوا لي وأتمنى طبعًا أكمل المرحلة الثانية. ما أقول طموحي إني أفوز باللقب يعني نوصل لمراحل 10,000 يا رجل 10,000 10,000 في أحد في أحد مش عاوز 10,000 شايف والله أنا أعطوني 10,000 وما يكون زين لا لا ان شاء الله خير ولو يعني طلعنا طبعا من البرنامج ما راح اوقف عند هذه النقطه يعني ان شاء الله راح اكمل مثل ما قال اخوي تو ان شاء الله ارب ايدل راح اكمل فيه زين ما صار لك نصيب ارب ايدل يعني ما قدم يعني شوف يعني انا ايش قاعد اقول لك يعني مثلا الحين يعني سوبر ستار شو اسمه ارب ايدل عندك مثل ما قالت مخرجتنا ما شاء الله عليهم يعني عندنا اللي هو شو اسمه البرنامج الثاني ارب جت تالنت زين يعني هذه البرامج يعني ان انت تتوقع مثلا ما سلك وضعك بالعرب ايدل هل راح تزعل او مثلا راح تقول لهم شلون انا كنت صوت السهارة وليش ما خليتوني انكسر 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 راس البنت راس البنت خلينا نسمع الرياض شنو يعني هذا شيء وهذا شيء يعني لو ما توفقت بعرب ايدل اكيد ما راح اوقف بعد ما راح ياس يعني راح اكمل ظلك مستمر اي طبعا زين ليش ما بعد صار ليش ما تنزل البوم او شيء ليش بتروح برنامج ثاني يعني لان لو سالفه الالبوم والهذا هذه يبي لها وقت يعني انا بنزل اغنيه الحين واغنيه ثانيه يبي لها وقت وايد حتى تنشر اما ارب عاد الفرصه واحد ينشر فيها بثلاث اشهر يعني فرصه وايد حلو بعدين انت لا تنسى انا فهمت شنو وجهه نظره بيتكلم هو يبي يقول انه برنامج صوت سهاره كدفعه اولى لانه مثلا يعطيه بوش ويعلمه شو طريقه انه اداءه وشلون يقدر يوقف على المسرح او يغني هذه يخدمها واحد بالدرجه الاولى هذه يخدمنا لان احنا برنامجنا صوت سهاره برنامج كويتي بحت خليجي جدا يعني يعني على المنطقه الخليجيه لكن هو يبي شيء مثلا على مستوى العالم العربي كله صح؟ ليش ما يعني بعد البرنامج ينزل اغنيه اغنيتين يعني السنجل الحين اللي حابين فيها المطربين؟ يبي لها صرف يعني ما بعدها صرف وايد يبي له دعم وايد كبير اسال مجرب بس اسال مجرب زين عندي شغله انا السؤال في فرق لما تغني مع الفرقه الموسيقيه هم واذا يعني في فرق لما تغني مع الفرقه اوكي وفي ولا بدون فرقه يعني شو الاصعب تشوفه؟ شو الاصعب؟ الحين انا متعود طول عمري اغني بروحي يعني كذي بس اكتشفت انه لما يقسم لي مثلا القانون او كمان جاء اسلطن اكثر انا اسلطن فيه اكثر ما تحس انه اسهل؟ لا طبعا باللقاء اصعب من لما تغني بثالث انت تصدق العكس صحيح ان انت دائما مع لقاء يصير عليك اسلس شغله سهله يعني يمكن يخش العيون تدري حمود تدري تدري متى تدري متى تدخل وتدري متى تغني لكن لما انت تغني بس اللهم ان انت غنى شي فالت تتعب انت اساسا تتعب لكن في عندك إيه بس تاخذ راحتك يعني حتى الحين بالكاستنج غنينا من غير ايقاع بالمرحله الثانيه يبون يصفونهم جابوا لنا ايقاع عشان يشوفون من عارف شوفوا كذا انت تغني على التمبو ولا لا التمبو اي معناته هذا اصعب من هذا ممكن انا عندي اشوف اسهل باللقاء انا اشوف اتوقع يعني مع الفرقه انه يكون اسهل ليش؟ يمكن نخش العيوب يعني يمكن كاسكت شوي او اي من هذه الناحيه اي ممكن حتى يرتبك اكثر تعرف متى تصعد متى تنزل زين ما تعزف على الات؟ اعزف اورج واقسم عود بس انا يعني احب اله العود وايد يعني ان شاء الله اتعلمها. عندي عود بس ما اعرف عندك عود؟ اوكي انت هذا العود حطه عندك شيء بالبيت يعني اي بس قاعد طالع بس طالع اقول له يا عود انت تعزف لي. انزين شاكرين لك احنا وما تقصر ويعطيك الف عافيه رغم تصويتها بس كلمه حاب تقولها قبل لا يعني تكون ودعتنا من برنامج جاذرينج شو وحق جمهورك وحق الناس اللي تابعت طبعا انا امي قاعد تقول لي سوريا كلها نزلت قناه الشاهد اول شيء هاي الاحلى تحيه وداع الشاهد طبعا ما وقفوا معاي صاحبي عزيز وعلاء كلهم بسوريا وامي طبعا اللي قاعد تدعمني الدعم المعنوي يلا يطول بعمرها احلى تحيه من جاذرينج يلا شباب احلى تحيه من جاذرينج شو حق والدك سوريا وحق والدك أم امك شنو؟ كنت ابيكم تقولوا مع بعض بس انا أحلى أحلى اول وحده قلت قبل لا تقولين فاريد اقول احلى تحيه من جاذرينج صار حق سوريا بس ماك ما شغل من جاذرينج احلى تحيه من جاذرينج حق سوريا اوكي ابيك تسمعنا عشان اغنيه اهداء منك من الشاهد حق امك بسوريا اوف قصد حماكن انا بالخير يا جيران عصوت
حدي حدا حبيت نغمات.